الفصام هو مرض نفسي، في كتير أشخاص بالعالم بيعانوا من الفصام. عوارض الفصام كتيرة، أهمها هي الهلوسات يلي بتنقسم على الهلوسات السمعية النظرية حتى الذوقية واللمس. النظرية مثلا بصير الشخص الفصامي يقشع أشياء منها موجودة، بيقشع يحسب حيوانات طايرة أو بيقشع أشياء غريبة منها موجودة أو الإنسان ما بيقدر يشوفها. السمعية، الهلوسات السمعية عند الفصامي بنحسب بيسمع أشياء، كمان يعني بتطلب منه أشياء أو شيء، أو حتى بيسمع التلفزيون مثلا عم يحكي معه أو شيء. أكيد هو كلهم هلوسات ما بتكون حقيقية، بس عند الشخص الفصامي بسبب التغييرات الهرمونية وأكيد بسبب نفسية، أسباب نفسية كثيرة هي بتخليه إنه يفوت بهالهلوسات. والفصام منا موجودة بس عند الراشد، وعادة الفصام ببلش بعمر المراهقة بسبب حادث مفجر، مثلا موت أحد الأشخاص بالعيلة، يمكن عرس أو سفر أحد الأشخاص يلي بعزهم أو بحبهم، أو تغيير كتير كبير بحياته بتخليه إنه يفوت بالفصام. وكمان بحب أقول معلومة إنه الفصام والأمراض الذهنية موجودة كمان عند الأطفال، يعني معقولة بعض الأطفال يعانون من الأمراض الذهنية. العلاج عند الفصام هي زيارة الطبيب النفسي، لأنه كتير مهم الطبيب يوصف أدوية، بس مش بس الأدوية هي اللي بنشتغل عليها، بل كمان زيارة الأخصائي النفسي، لأنه الأخصائي النفسي يلي بيشتغل بالمستشفى بيقدر يعمل جروبات مع الأشخاص يلي بيعانوا من الفصام، وبيقدر يكونوا عم يعملوا آر ثيرابي، العلاج بالفن مثلا من خلال الرسم أو الدراما، لأنه هول الفنون بتخلي الفصامي أو الشخص الفصامي يظهر كل الانفعالات، كل القلق، كل المشاكل النفسية أو الاسترس اللي عم بعيشه بالفن بالمسرح. من هيك كتير مهم إنه العلاج النفسي ما يكون بس علاج دوائي أو علاج بالمستشفى، بل كمان علاج مع الأخصائي النفسي من خلال مثلا الفنون.